السلام عليكم ورحمة الله وكفاءه والسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام على بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب استتابة المرتدين وننتهي إن شاء الله الليلة بإذن الله تعالى. ما زلنا في الكلام على الخوارج وخروج الخوارج، وقلنا بأن الخوارج في أضلة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون يقولون من خير قول البشر البرية ولا يعقلون ويعرفون بما لا يعرفون، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيه، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصفا دقيقا وقال قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون ويذرون أهل الأوثان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. فهم الحرورية وكل من خرج على إمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجي، سواء كان في زمن الصحابة أو بعدهم، كما نبه على ذلك الشهرستاني في كتاب الملل والنحل. والخوارج هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقال سيخرج من ضئض هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأولهم هذا هو ذو الخويصرة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، وآخرهم هو ذو السدية الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الفئة التي مع الحق هي التي تقتلهم. إن أحببت سيدي السماعة تضع السماعة تسمع، طيب إن شاء الله، وبعدين بعد ذلك عندما نقرأ أفتح. ماشي. الأجري قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ورسوله، وهم قوم يتأولون القرآن على ما يهون، وهم الشرات الأرجاس الأنجاس. وبإسنادنا إلى المبرد قال جاء في الحديث أن علي تلى بحضرتي تلي بحضرتي قل هو هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال والله أهل حراء من هؤلاء الذين هم أخسر الناس أعمالا. يقول حتى أن أجد جهنم سبعة أبواب أن شدها حرا للخوارج، فاحذر أن تكون منهم. قال الحسن بن أبي الحسن دعاهم علي بن أبي طالب لدين الله جل وعلا جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبيه أن رجالا سألوا ابن السرين فقالوا أتينا الحرورية زمان كذا وكذا، فإذا هم لا يسألون عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا، فقال ابن السرين ما علمت أن أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء. فقام الإجماع على أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب، وأن دماءهم هدر، وأنه لا يتبع مهزومهم ولا يجهز على جريحهم. هذا باتفاق، هذا إجماع، نقل العلماء إجماع في ذلك. وإن كان خارجين سوف رحمة الإسلام في هذا الباب، لأنه من قدر عليه فألقى السلاح يترك، من استدار وفر يترك ليفر لا يتتبع. شوف قال لا يتبع مهزومهم ولا يجهز على جريحهم، لا يزفف على الجريح. قال مالك فإن خيف منهم عودة أجهز على جريحهم. وأتبع مدبرهم إذا كان علم منهم أنهم ينون الرجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. ما شاء يوسف رضي الله عنك موفق مسدد حبيب عبد الرحمن جزاك الله خير. أقول إخوتي الكرام وهم يسمون الخوارج لأنهم لقول الإسلام سيخرج في آخر الزمن، وخرج أهل النهروان، خرجوا على ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في مسألة التحكيم وقالوا من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأيضا هم يخرجون على ولاة الأمور الحق، كل من خرج على ولي الأمر الحق الذي اجتمعت عليه الكلمة فهم خوارج. قال ابن عمر عن الخوارج، شوف وصيهم الدقيق أيضا، انطلقوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. انطلقوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أيضا هذا جفاء، عندهم جفوة، عدم رحمة بالناس. ولذلك من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين. قد يكون المرء على الهلكة لكن لا يكفر إلا إذا 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 انطبق عليه الوصف الكفر انطباقا تاما. قال أشهب وقعت الفتنة والصحابة متوافرون فلم يروا على من قاتل علي تأويل القرآن قصاصا في قتل ولا حد في وطأ. وبهذا قال مالك بن القاسم وخالف ذلك أسبغ فقال يقتل من قتل إن طلب ذلك وليه كاللص يتوب قبل أن يقدر عليه، لا هدر. ولذلك فعل ذلك أبو بكر في قتال الردة نفس الأمر.
وقال ماك ما وجده أحد من ماله بعينه عنده أخذه وهو قول الكوفيين والأوزاعي والشافعي. وروي عن بعض أهل الكلام وأهل الحديث أن أهل البدع كفار ببدعهم وهو قول أحمد وأئمة الفتوى بالأمصار على خلاف هذا. وروي عن مالك تكفير في من يقول بخلق القرآن فإن احتج بكفرهم بحديث سعيد يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، ودل أنهم ليسوا من جملة هذه الأمة. وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. علي بن أبي طالب هو أعلم الناس بهم، علي بن أبي طالب هو أعلم الناس بهم، وهو الذي لم يكفرهم عندما قالوا له يا إمام كفروا، قال من الكفر فروا. قالوا منافقون، قال منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال من هؤلاء؟ قالوا قال ابن أبي طالب إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، وهم ينزلون تحت أساس 70 فرقة. نعم ينزلون تحت أساس 70 فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والخوارج من رأس هناك مدار 73 فرقة على 5: الأولى الخوارج، الثانية الرافض، الثالثة الأشاعرة الجهمية والمعتزلة والمرجئة. وشر الخلق في هؤلاء الرافض والخوارج والجهمية، والجهمية كفرهم كثير من السلف، كفر الجميع. أهل الأهواء الذين على الإسلام مثل الأباضية والقدرية هؤلاء من أهل البدع والتحريف والتأويل أيضا، إذا أظهروا وكانوا جماعة وأظهروا بدعهم يقاتلهم الإمام على بدعتهم. قال شوف، قال العلماء قال يستتابون، أظهروا ذلك أم أسروه، فإن تابوا إلا قتلوا، وبذلك عمل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ومن قتل منهم فميراثه لورثته لأنه مات مسلما. ذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال لا يستتاب القدري، وذم الكلام ذما شديدا. هو قال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال عبد الرحمن بن مهدي لا أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، فإنهم يقولون قولا منكرا. فهو ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان والأنصاري ومالك يكفرون الجهمية، كثير من أئمتنا من السلف يكفرون الجهمية. وقد تكلمنا في على الأهواء في حديث في كتاب الإبانة بما يكفي. وأما شهادتهم شهادة أهل البدع فإنها لا تنفذ، شهادتهم مردودة لأنهم ليسوا بالرضا وأيضا ليسوا بالعدول، وهم أهل البدع والضلال. فقلنا تركيز الأمر على أهل البدع أنهم ساقطوا العدالة، كل أهل البدع ساقطوا العدالة. ابن المنذر الشافعي قال لا أرد شهادة أحد بشيء من التأويل له وجه يحتمله إذا كان متأول، يعني إلا أن يكون منه رجل بائن المخالفة تباين العدو فأرده من جهة العدو. قال وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد خير من شهادة من يستخف بالذنوب كالمرجئة والخوارج، ولكن الخطبية يقول هذا يكذبون. أما ابن المنذر فذكر عن شريك أنه لا تجوز شهادة أهل الأهواء، وعدد من ذكرنا من أهل العلم قال به، قال أحمد وأسحاق أبو صور، قال أبو عبيد البدع والأهواء كلها نوع واحد الضلال، كما قال ابن مسعود في حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أين هم يقولون على مسألة هذه ابن أبي ليلى وأيضا الثوري والشافعي أبو حنيفة؟ يقالوا يجوز شهادة أهل الأهواء الخوارج والرافضة القدرية والمرجئة إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة الزور. والأقرب إلى ذلك، الأقرب حقا في هذا الباب، وهو رد شهادة أهل البدع. أهل البدع ساقطوا العدالة، أهل البدع ساقطوا العدالة، فالأقرب بذلك رد شهادة أهل البدع. أهل البدع ليس عدولا حتى يعني تكون لهم شهادة قائمة. وأيضا ساقطوا العدالة لا يكون ولاة، يعني ليس لهم ولاية. قال ابن مسعود كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رضي الله عنكم، بس نطمئن أهم شيء. وقد قد قد يغتفر من عنده هذا التأويل، قد يغتفر من عنده هذا التأويل، ويعني من عنده هذا التأويل وله وجهة في تأويله قد يغتفر وتقبل شهادته، قد يغتفر وتقبل شهادته. لكن أهل البدع أفسق الفساق. كفى قول سلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أوى فيها محدثا. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يملكون المدينة كما يملك السهم من الرمية. قول علي بن أبي طالب فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. نعم يعني يقصد بذلك المعريض من أجل الكيد لأهل الكفر في هذا الباب. لكن الكذب على المسلمين لا يجوز في هذه الأحوال،
الكذب على المسلمين لا يجوز، هذه من صفات المنافقين. بعض ما يقولون حتى في الحرب لا يجوز الكذب، يعرض كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الكذب الصريح قد يكون جائزا في الصلح بين الناس، وقد يكون أيضا في بين الرجل ومرأته في هذا الباب ليلطف قلبها، أو الثالثة للحرب. والأولى في ذلك هو المعريض، لأن الكذب هذه من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار. المشكلة الكبيرة التي يعني الحمد لله وشكر الله الحمد لله شفاء الله عافاه، المشكلة الكبيرة في هذا الباب هو من يكذب في دينه، وهذا نوع النفاق، من يكذب في دينه أو يهم الناس أنه رجل يعني على الصلاح أو على الدين وهو في خلاف ذلك باطنا، هذا أسوأ الناس عند الله جل وعلا، هذا الذي يخادع الله جل وعلا. إن صلى وصام هو أصلا في حقيقة نفسه أنه يبتطن العداوة للدين والأهل الدين، وهذا لا يتأتى بالكلام يتأتى بالفعال. يعني إن وجدته يعني يسعى سعيا حديثا في محاربة الدين وأهل الدين في هذا الباب تعلم أنه معادي، يعادي للدين. ما في أحد يحب الدين ويمكن أن يأتي على أهل الدين بحال من الأحوال، أو يعني يكيد لهم أو يمكر بهم أو يريد الإضرار بهم. هذه مسألة عويصة، لأنه فعلى الأقل أنه لو كان هو يعني له ما له من التجاوزات والتعديات، لكن بعيد عن الدين يعني ممكن لا تغتفر، لكن يقلل من عظم الجرم فيها. لكن أهل الدين والدين هذه معناها في عداوة للدين، نفس الدين في عداوة له ما يقبل. وكما قلت الكذب محظور في كل شيء، إياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار. لكن قد ورد عن السلام أنه ليس بالكذاب من ينمي خيرا يصلح بين الناس، يعني في قوله والفوق من السهم موضع الوتر من السهم وهما فوقان كما في المخصص، وجمع أفواق وفوق وفوقه بكسر الفاء وفتحة مقلوب. ويتمارى قوله يتمارى في الفوق، هل علق بها الدم من الدم شيء؟ هل علق؟ نعم من علق. الأصل أنه كما قلت في الخوارج، يعني عندما ترى أنهم يتبنون هذا المذهب يخرجون من الإسلام خروجا تاما عند بعض العلماء، ولذلك هناك من كفرهم تكفيرا يخرجون به من الملة، وإن كان الجمهور على كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هم إخواننا بغوا علينا. الفوائد المستنبطة من ذلك: كذب على النبي ليس كذب على غيره. يقول إذا حدثتكم حديثا فوالله لأن أخير من السماء أحب إليه من أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخبار بالغيوب من علامات النبوة، وقد يخرج من هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. نجاة المرء في عمق علمه، ومن تعبد على غير بصيرة أفسد أكثر مما يصلح. قال يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيه. من علامات أهل البدع الميل إلى أهل الكفران والعصيان والنفور من أهل الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وزن مع كتاب استتابة المرتدين. نعم. قال رحمه الله: سيدنا عباد من ترك قتال الخوارج صحيح؟ نعم. قال رحمه الله: باب من ترك قتال الخوارج. نعم. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد أسرة. أسرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. قال فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. دعني. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في لصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آياتهم: رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة. نعم. أو قال مثل البضعة
تدردروا. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه رضي الله عنه. جاء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنزل فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو أنه قال قال قلت لسهل بن حنيف رضي الله عنه: هل سمعت النبي يقول في الخوارج شيئا صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول. قال: وأهوى بيده قبل العراق. قال: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجوز تلاقيهم، يمرقون للإسلام مروق السهم من الرمية. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. هنا تكلم على مسألة ترك الخوارج وقتل الخوارج تأليفا. المسألة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم عندما جاء، يعني في مسائل انطلاقة الخوارج كانت من هذا الباب، عندما جاء ذو الخويصرة التميمي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما قال له يا رسول الله؟ والله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: أعدل يا رسول الله. في رواية قال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل أنا. مع كلمة المسلم أعدل كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. هنا فيها دلالة واضحة جدا أنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم إما تأليفا وإما أيضا يعني من مقاصد الشريعة على يتحدث الناس. نعم، لا يتحدث الناس، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. وهذه فيها أن 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 شدة العبادة ليست 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 تزكية للمجتهد على غير السنة طبعا. ولذلك قلت لكم: قد ترى رجل يحرص جدا عندما يؤذن الأذان يهيئ نفسه للصلاة وهو أصلا يحارب دين الله جل وعلا، يصلي مع الناس وهو يكمن في قلبه البغض للدين، البغض للشريعة، البغض لأحكام الله جل في علاه. وكثير من الذين على الساحة من العلمانيين يعني هذا حالهم، يعني تربوا على ذلك بغض الشريعة، الانتقاص من أصول الشرع، أيضا الانتقاص من أهل الدين، وهو يقول: لا، ما في شيء أن أنا أصلي ويكون هذا فكري عندي، ثقافة حرة في هذا الباب. طبعا هؤلاء القوم ألعن من اليهود والنصارى، يعني هؤلاء القوم العلمانيون بالذات ألعن من اليهود والنصارى، أسوأ خلق الله على دين الله جل في علاه. وهم الذين يدسون السم في العسل، وهم الذين يعني يلمعون كل واعظ أو كل منحرف له فكر اعتزالي أو فكر مبتدع، يعني يقوي جانبه من أجل أن يكسر السنة ورات السنة أمامه. وهذا طبعا لن يكون، لأن هذه المسألة قد أخذ الله على نفسه العهد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. تزلزلت دينهم على ذلك. قال: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، المساس من العبادة، تحقرون صلاتكم لصلاتهم وقراءتكم لقراءتهم، يشتدون في العبادة. وهو الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالوا له: هم منافقون، منافقون هم؟ قال: لا والله، من النفاق فروا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء لهم دوي كدوي النحل، قراءة القرآن وقيام الليل، ولم ينفعهم ذلك عند ربهم بحال من الأحوال. تكلم معي بعضهم وقال لي يعني عن رجل، هذا الرجل: أنا دين الله بكفري. فقال: نحن نعلم عنك أنك لا تكفر من يصلي. قلت: نعم، الذي لا يصلي لا يمكن أن يكفر بذلك إلا إذا جاء دليل أوضح من شمس النهار. قال: هو يصلي. قلت له: نعم هو يصلي، وهو نصير العلوي، والنصير العلوي كافر، كافر ابن كافر، ما في رجوع، هذا كافر. فالحاصل إذا وجد الكافر يمكن يعمي على الناس. قازان في التتر جاء لما دخل عليه ابن تيمية قال له: يا كافر يا ابن الكافرة. هو داخل يسلم، داخل يصلي، داخل يقول أنا مسلم مثلك. قال: أنت كافر، تبطن الكفر، أنت تعمي على الناس، يا كافر يا ابن الكافرة. المهم أن عمر بن الخطاب قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا، يخرج منهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، يمرقون الإسلام كمروق السهم من الرمية. وترك ذي الخويصرة كانت لمقاصد الشريعة، ولأنه لم يظهر إظهارا تاما، لكن الخوارج لو أظهروا أنفسهم وكانت لهم شوكة يجب قتالهم، يجب قتالهم. هذا إذا أظهروا شوكة وأعلنوا الفكر الضال فهؤلاء يجب قتالهم.
قال ابن المطلب: لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاها وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله لأنه عذره الجهل وأخبر أنه من قوم يخرجون ومرقون من الدين. لا، هو ترك ونسلم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه من باب لا نفرة، حتى لا ينفر أصحاب ضعف القلوب من الإسلام، يقولون هؤلاء يقتل بعضهم بعضا، وهناك من يشعل الفتيل من المنافقين وينشر ذلك بين العالمين. نعم. الرمية الطريدة، نعم، المرمية فعيلة، ولذلك يقال بئس الرمية الأرنب. وقوله النضي أو النضي حكي بكسر النون أيضا والقطح قبل أن ينحت. قوله سبق الفرس والدم، يعني مر سريعا في الرمية وخرج لم يعلق به من الفرس والدم شيء، فشبه خروجه من الدم ولم يتعلق منه شيء بخروج ذلك السهم. ثم بين لهم هذه المعجزة وهي وجود ذي السدية في جيش الخوارج الذين يقتلهم عليه، ولذلك قال سلم يقتلهم، تقتلهم الفئة، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقوله تقتلهم أولى الطائفتين بالحق دلالة على أن معاوية أيضا معه بعض الحق، لكن الحق كان مع علي بن أبي طالب، وهذا الذي أبكى ابن عمر وأبكى عائشة عندما قالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت إن الحق كان مع علي وما بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض، وابن عمر قال لتني قتلت مع علي، الحق مع علي. الباب الذي يليه أحمد. قال ابن البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوهما واحدة. وهذه يعني في قوله لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان قصد بذلك ما كان بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع. قال فئتان دعوهما واحدة، ودعوهما يعني إسلام، يعني هما على ديانة على الإسلام، وهذه فيها دلالة على وقوع الضرر بين المسلمين بالقتال. وقد قال أن ابني هذا سيد وسيصح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا إخبار عن المغيبات بحدوث الفتن التي تتحدث بين أهل الإسلام، وقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل عمار لا يكون حق في مكان إلا كان عمار معه. وأيضا قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فبين أنهما دعوتهما واحدة، ولكن يقع ولا زالوا مختلفين الإخبار بذلك كما قلت علامة من علامات النبوة. وهذه يعني الكلام عليها هو خروج معاوية على علي بن أبي طالب، وأيضا يدخل فيها ما كان بين الزبير وطلحة وعائشة وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال دعوهما واحدة. ففيها أن أيضا يعني فيها مسألة فقهية مهمة جدا، وش هي؟ في قول دعهما واحدة، أن الحق واحد لا يتعدد. قتل إذا قال الحق واحد لا يتعدد، جيد. أبو الوليد أجاب: أين هو؟ أنا ما أرى، ما أجتهد فأجتهد في الأجر الآخر له أجر جيد. لكن في شيء آخر أريده مهم جدا في هذا الباب، أن لكل سيدي أن الكل يدعي وصلا بليلة. الله أكبر يا ليلى، النعومة تغمرك، فلذلك أنت من الليالي الليلاء معك. أبا عبد الله ما عندك؟ إذن المخالف قد يكون معه شبهة حق. قال دعوتهما واحدة، ماشي. إذا أخونا قال الكتاب بتقول لك ها؟ نعم. قال أخونا قتل المسلم ليس بكفر. ممكن هذه لابد أن يعني نفهم منها أولا رد على الخوارج الذين يقولون بقتال المسلم كفر، مش قال فيه المسلم فسوق وقتاله كفر، فهم يقولون إذن يكونوا كفرا كفار. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نص في الرد عليهم عندما قال دعوهما واحدة والآن ولم يكفر واحدة من اثنين، ففيها الرد على الخوارج، وفيها أنهما وإن كان هناك باغي فإنهما على الإسلام. وقد يكون الباغي قد تأول فيعذر بتأويله، وده اللي حاصل مع معاوية، هو تأول
فيعذر بتأويله، لكن الحق كان مع علي. هات الباب الذي بعده أول حديث أو ثاني حديث وبعدين نختم الليلة إن شاء الله عشان ناخد الصلاة. أخونا محمود خالد أخونا آخر قال الإجابة يعني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله رحمه الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن النصر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية أخبره أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله كذلك صلى الله عليه وسلم. قال فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لبقته بردائه أو بردائه فقلت ما أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذبت والله إن رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأه صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بصوت الفرقان على حروف لم تقرأنيه وأنت أقرأتني صوت الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. قال فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. قال فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سمعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. الله ثانيا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع قال حياة قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيونا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عن الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت علي كبان بن مالك رضي الله عنه يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدكشن؟ فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال بلى. قال فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر. قف هذا الختام الحديث الآخر وختام الباب. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغيرة على الدين والإنكار وإنكار المنكر فهو سمعه يقرأ ويقرأ على غير القراءة التي يقرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فأخذه من ثوبه وذهب به من تلبيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر دعه يا عمر. وفي أصلا هو أراد أن يبين أن المتأول يعذر وعمر أيضا تأول قال هذا قرأ على غير قراءة قرأتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت. قال هشام اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. ثم قال نزل قال على سبعة أحرف. طبعا هي لكنات العرب وليست القراءات الأحرف ليست هي القراءات. لذلك قال فقرأوا ما تيسر. فهنا عمر بن الخطاب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليه لتأويله أنه يحسب أن القرآن نزل على القراءة يقرأها فقط دون قراءة أخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل على أكثر من قراءة. وأما الحديث الثاني كما بيناه قبل ذلك على مسألة العموم في الظلم وأنه قال الذين أعملوا من يلبسوا إيمانهم بظلم ناكل في ساق النافي تفيد العموم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا العموم الذي يفهم منه أنه يراد به الخصوص. هو عموم يراد به الخصوص مش مخصوص. عموم يراد به الخصوص. لذلك قال ليس كما تظنون إنما هو قول لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه فيها 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 رحمة الله بالعباد وأنه يعني ما منا من أحد إلا يظلم نفسه. ولذلك لما طلب أن أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في الصلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا واغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. قال يغفر الذنوب جميعا. هو يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. العلماء قالوا لا إشكال أن يقول أبو بكر ظلمت نفسي لأنه ما من عبد إلا وقد يقع في الزلات والسقطات والهنات. لكن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا الذي أشكل على بعض العلماء أن أبا بكر الذي قال فيه الله جل وعلا وسيجنبه الأتقى الذي يؤتماله ويتزكى ومن أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ومع ذلك قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لكن الظلم هنا أقبحه وأفحشه هو الشرك أن يجعل الله ندا وهو خلقه. وأما عن مالك بن الدخشن
هنا هم يقولون، شوف المتأولين يقولون هو منافق لا يحب الله ورسوله. ففي رواية أنهم لما سألهم عن ذلك قالوا ما نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا مع المنافقين. والصاحب سحب، الله يشفيه يا ماما، الله يشفيه يا رب، الله يقر عنك بشفائه يا رب، الله يشفيه، الله يقر عنك بشفائه بإذن الله، ويعجل لك بالشفاء، يعجل له بالشفاء ويقر عنك بذلك، اللهم أمين. أقول إخوتي الكرام، فهنا يعني ورأوا أن السير مع المنافقين وسماع المنافقين وكلام المنافقين هذا الذي يودي به إلى 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 النفاق. قالوا فهو منافق لا يحب الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يقل لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله؟ قالوا بلى. قال فإنه لا يفعل به عبد يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من قال لا إله إلا صادقا من قلبه دخل الجنة، وقالها أيضا من قال لا إله إلا مخلصا من قلبه فدخل الجنة. لذلك قال هو يقول لا إله يبتغي لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. قال نعم. قال إذن هو حرم الله عليه النار. أحمد نرجي كفاية الأخيار إن شاء الله. اختم الباب، بالحديث. الحمد لله. قال الباب أخرج رحمة الله تعالى عليه وبه ختم الباب والكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان أنه قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء. قال يعني علي رضي الله عنه. قال ما هو؟ لا أبا لك. قال شيء سمعته يقوله. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس رضي الله عنهم جميعا. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. يا خاخ مش حاج، حاج جبت من يا روضة خاخ أعتقد. ماشي تفضل. نعم. قال أبو سلمة هكذا. قال أبو عوانة حاج. قال فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. قال فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير الله، وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله إليهم. فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. قال فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحبايا رضي الله عنه ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله. ثم حلف علي رضي الله عنه والذي يحلف به خرجنا الكتابة أو لأجلدنك. قال فأهوت إلى حجرة. يعني قالوا حتى في التصريح قالوا إما الكتاب وإلا جردنا الثياب أو قال خلعنا الحجاب. قال فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي. قال صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلا أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم أوليس من أهل بدر؟ قال وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. قال فغرقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم. الله الله انتهى؟ نعم سيدي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. أقول هذا أمر عظيم، جاء الوحي من السماء على ما فعل حاطب بن أبي بلتعة، وأنه أرسل إلى القوم، وهو ما أرسل القوم يعني خبنة، أو ما أرسل القوم خديعة للمسلمين وأهل الإسلام، ما أرسل القوم لعلو الكفر على الإسلام. انظر هنا كلمة عمر الخطاب كلمة فاصلة في هذا الباب. لما جاء الوحي بذلك فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا الزبير وأبا مرصد وبعث علي بن أبي طالب أيضا، فذهبوا حتى انطلقوا إليها ثم علموا أن معها الصحيفة، فقال لها أخرج الكتاب. فقالت ما عندي كتاب. فقال إما الكتاب أو نخلعت فيها. فيها التهديد لمن علموا، وهذا على غلبة الظن طبعا، فيها التهديد لمن علموا أن معه شيء وهو يخفيه فيهددونه، وإن كانوا لا يفعلون لكن يهددونه من أجل إخراج
ما عنده، ففيها التهديد ليخرج ليخرج ما عنده، فأخرجت المرأة سريعا الكتاب فداه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عمر وش قال، شوف عمر وش قال، قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين. دعني أضرب عنقه، يشوف فقط عشان جسب ورقة، ورقة بعثها لأهل الكفر لأهل مكة أن النبي يتجهز فقط لقتالكم، قال هذا خان الله ورسوله والمؤمنين، فكيف من يتعاون على مع الكافرين على المؤمنين؟ كيف من يضع يده في يد الكافر يهدم في الإسلام وأهله ويحارب أهل الإسلام؟ النجاة نادرة في هذا الباب، النجاة حقا نادرة في هذا الباب. لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من تشبه بغيرنا، قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا فقط لخطاب بعثه، ليس فيه إلا النبي يجهز لكم فقط، قال خان الله ورسوله والمؤمنين. كيف من يعين الكافر على المسلم؟ كيف من يساعد الكافر على المسلم؟ كيف من يتعامل معه يدا بيد بقوة من أجل أن يجهز على الإسلام وأهلي وعلى أهل الإسلام؟ قال عمر قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، لكن أردت أن يكون لي عند قوم يد. وفي الوقت قال يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. هذه فيها أمور، الأمر الأول الأدب، شوف مع وجود الوحي، مع ذلك راجعه، قال برر الآن، راجعه وقال له ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي. إلى حاطب ابن أبي بلتعة، وفي قصته أمور عظيمة جدا، عظام. هنا وحي ينزل، الوحي ينزل بأن هناك كتاب كتبه، وكتبه لمكة، وهو يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش والزحف إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعمي بكل شتى الطرق عليهم، لأنه ما يريد قتال يعني، ويريد إنقاذهم من ذلك. فانظر هنا يأتيه، تفضل يا أحمد ادعو لنا، يأتيه الوحي أن حاطب كتب الكتاب ويأخذ الكتاب، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب يا حاطب ما هذا؟ وحي، ما فيش أي، ما فيش، المسألة ليست بالاستنباط، وحي. فقال له ما هذا يا حاطب؟ تبرير، هو يريد 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 من حاطب أن 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 يبرر ما يحدث، يعني ما في اتهام، شوف ما في اتهام، أعطاه ذلك. قال ما هذا حاطب؟ وحاطب قال له ما فعل ذلك ردة عن دين. قال صدق، ولعل الله اطلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شو انظر، هذا وحي. فما بالك بقى هنا الذين يعتمدون أسوأ الناس حكما، أسوأ الناس حكما، من سمع للمتجسس ورتب حكما على ذلك حتى ما رجع صاحب القصة. هذه مشكلة كبيرة جدا، هذا أسوأ الناس حكما، وأنا أخشى عليه أن يبتلى. قد وجدت من يفعل ذلك أعطى أذنه لكثير يكون فيه التجسس، وبعد ذلك يعرض عليه وهو يقبل هذا الكلام، لا يقبله فقط، هو أصلا بهذا قد جرح عدالته هو ولو كان من أكبر الناس، هو أصالة بسماعه للمتجسس هو متجسس، بإقراره للتجسس هو متجسس، والمتجسس فاسق، هو جرح عدالته أولا. الأمر الثاني جرم فوق الجرم، الجرم الأول أنه ارتضى بالمتجسس وأعانه على تجسسه لأنه ما أنكر عليه ولا قال الله الذي تفعله هذا حرام، طيب وارتضى به. والثالث الأعظم من ذلك أنه رتب حكما دون حتى أن يواجه صاحب المشكلة في هذا الباب. هذه مشكلة كبيرة، هذا أسوأ الناس حكما حقا. فأقول هذا أسوأ الناس، أسوأ الناس حكما من فعل ذلك، أسوأ الناس حكما من سمع للمتجسس فأقره على تجسسه، ثم بعد ذلك رتب ردمعك يا رسول السلام بتتقاعس أيضا، وهذا يؤذيني، والله يؤذيني التقاعس، هذا يضايقني جدا ويزعجني، وأنت أعلم الناس مني بي أنني أنزعج جدا من التقاعس أو التأخر. فهو يسمع للمتجسس، المتجسس يتجسس كبيرة، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ويؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين، لا تقتل المسلمين ولا تتبع عورتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته. فالمتجسس فاسق، ويأتي هو
عندما ينقل له لا يقول له الذي فعلته حرام، ما يجوز. لو ممكن يبرره، ممكن يلبس له هذه الجريمة الكبرى، يلبس له لباس الشرع بها. والشيطان ما عصي، ما كفر الناس بالله إلا بالتأويل، ما كفر إبليس إلا بالتأويل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيسمع للمتجسس فيقره، وتبقى مصيبة ثانية عليه أنه سمع المتجسس وأقره في هذا الباب، رضي الله عنكم. كما شئت، وإن أردت فانتظر، إن كان معك وقت انتظر، لأننا سنختم الباب، فتكون معنا في اختام الباب. وهؤلاء القوم الأشقى بمدلسه. والثالثة يرتب الحكم على ذلك، وهذا أسوأ الناس حكما على الناس، هذا أسوأ الناس حكما على الناس. النبي يأتي ومعه الوحي، وجاء بالخطاب، مع أن عمر الخطاب قال كلاما قويا، قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، يعني دعني أضرب عنقه، قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ شوف يبرر، يسأله. قال يا رسول الله مالي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا الله هناك أو هنالك من قومي من يدفع الله بي عن أهلي ومالي. قال صدق، لا تقول له إلا خيرا. شوف انظر، صدق، قال لا تقول له إلا خيرا. انظر بقى عمر هنا العواد إلى الخير، العواد إلى الخير. وش قال؟ قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله، دعني في الأدر عنه. قال أليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم قد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه فبكى عمر، بكى، خفي عليه. لذلك اتهام الناس جزافا أمر عظيم، ليس بالهين. شوف المتجسس، حتى أصلا المرأة التي تتجسس على زوجها بيبتليها الله بما يضرها بسبب التجسس. الرجل يتجسس على أخيه وينقل الله جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجهز، قال يا حاطب ما هذا، هذا الخطاب منك، ما هذا؟ فبرر وقال ما فعلت ذلك ردة عن دين، وأعلم الله أن الله ناصرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الرجل، ثم قال لعل الله ترى أهل بدر، فقال فعل ما شئتم قد غفرت لكم. هنا قال أوجب الجنة، فغرورقت عين عمر بن الخطاب. وهذه والله أعظم المسائل التي تكون في هذا الباب، وفيها أيضا عمر الرجاء إلى دين الله جل وعلا، الذي يرجع إلى الحق. عندما وجد ذلك بكى، لأنه لا يعرف، وقال الله يعلم من الله أعلم بعباده سبحانه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصادقين الصالحين، والذين يتتبعون سنة سيد المرسلين، ولا يعوجون أبدا ولا ينحرفون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من ذلك: التأويل عذر يعذر به المتأول، الرجوع للأعلم وجوبا، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. حرمة التجسس، لا اتهام إلا بعد المراجعة، الطاعة الكبيرة تكفر المعصية الكبيرة، الرجوع إلى الحق فضيلة. قد رجع عمر الخطاب وبكى عندما قال له يعني فقد أوجب الله له الجنة، أمر عظيم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.